ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف رد الإعلام الجزائري على الاستقبال التاريخي لمنتخب المغرب. أخواتي لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. منافسة في سسبنس، البعض يتكلم أيضا رفيق على أنه هذا المونديال هو مونديال مفاجآت لإقصاء الكثير من المنتخبات الكبيرة على غرار ألمانيا، بلجيكا، البرازيل اللي ما وصلتش حتى المربع الذهبي. وش رأيك أنت وش اللي حدث من الناحية التقنية الفنية؟ لا، من الجانب التقنية والفنية الجانب التكتيكي فيه في منتخبات كثيرة الجانب التكتيكي كانت محضرة جيدا، والجانب البدني لا ننسى أيضا أننا في بداية تقريبا بعد 3 أشهر من الدوريات كلها لسنا في نهاية الموسم، تقريبا في وسط الموسم. في وسط الموسم الجانب البدني مهم جدا، تقريبا كل اللاعبين بدنيا حاضرين، وزيادة المنتخبات اللي تكون محضرة بدنيا وتلعب بطريقة تكتيكية جيدة في انضباط تكتيكي لعدة منتخبات. مستوى الفرق، مستوى المنتخبات متقارب جدا، تقريبا كل اللاعبين يشطوا في أوروبا. شفنا المستوى متقارب في عدة مباريات. زيادة عن هذا الجانب أو العامل المفاجأة بداية المنتخبات أو المنتخبات الغرب، المنتخبات الأوروبية تنتظر أن عندما تلعب أمام منتخبات عربية أو إفريقية تلعب بسهولة. ولا ننسى أن في الآونة الأخيرة الكرة العربية والكرة الإفريقية تطورت، مغلب أغلبية اللاعبين ينشطوا في أوروبا في دوريات كبيرة، ولهذا أعطت. شفنا السنغال، شفنا السعودية، شفنا تونس، وشفنا المغرب يعني بالأداء اللي قدموا وصولوا إلى أبعد حد. يعني تقريبا عندما تشوف مستوى هذه المنتخبات يعطيك تأشير، هذا ما يدل كنا ننتظر يعني منتخب أو من منتخبات إفريقية ويوصل لأبعد حد، واللي وصل يعني هو المنتخب المغربي. يعني راح مثل ما قلنا السقف راح يكون دائما عالي، يعني المنتخبات التي تأتي من وراء لازم تعمل أفضل من هذا أو توصل يعني له. ولهذا تأشير أو يعطيك يعني مؤشر للمستقبل لممكن منتخب عربي أو منتخب إفريقي أن يأمن بقدراته ويأخذ الثقة، وممكن أيضا في يوم من الأيام، صحيح ننتظر هذا اليوم، يفوز بكأس العالم والذهاب النهائي، لما لا؟ لأنه كل شيء ممكن في كرة القدم. ولهذا أنا نظن في هذه البطولة العامل المفاجأة كان عامل مهم جدا. زيادة عن هذا نظن أن كل منتخبات الجانب التكتيكي والبدني كان حاضر بقوة في هذه البطولة. نعم رفيق، الجزائر من كل هذا تحدثوا على المستوى وكذا، هي بالجزائر انت ربما تلتقي هنا كثير بالجاليه الجزائريه والجاليه العربيه، وحتى زملائك يعني اللي يحبوا كثير في بين سبورت. في كل مره انا لما كنت معاك سواء مع المصريين، المغاربه، التوانسه، التونسيين، الجميع حتى هنا من القطريين، محمد سعدين سعدون الكواري، ابو تريكه، شيبو، كل طرابلسي، كلهم يقول لك وين هالجزائر؟ هذه كاس العالم كانت قادره الجزائر ربما تروح بعيد. هل علينا أن نغلق الصفحة الآن، أم تعتقد بأنه غياب الجزائر عن المونديال هذا سيبقى نقدر نقوله ما قدروش نجرعوه لحد الآن؟ لا، أول شيء يشرفني الناس هذا كيتكلم عليك جيدا، هذا على كل حال من فضل الله، من فضل ربي على كل حال، وأنا أحترمهم، وحتى هم مثل أخواني الكبار، وتشرف يعني بمعرفتهم، نعم الرجال كلهم على كل حال. يعني عندنا عائلة في البين سبور، ليس أصدقاء فقط، تقريبا عائلة. لعبوا مباريات مع بعض، قضيوا أوقاتنا تقريبا كنا مع بعض، يا إما في الفندق أو خارج الفندق أو في الاستوديوهات التحليلية، والحمد لله يا ربي، ربي يكمل وربي يدوم هذه المحبة ما بين هذه الله. لأن لا ننسى أيضا كل الجنسيات مختلفة، كل واحد يتكلم باللغة، كل واحد عنده عقليته، وكل واحد عنده هو، ولكن اللي يجمعنا هو دين الإسلام، إن شاء الله ربي يخلينا هكذا مجمعينا. وبالنسبة يعني اللي الكل يتكلم على الجزائر، لأنه حقيقة أنا والله بقات لي في هنا، ما بقاتش ما حبست نزل، بقات لي الحق عندما نشوف يعني المنتخبات ما شاء الله كل عربية شرفتنا، نقول لي ما لا الجزائر، لي ما لا. لو كنا اليوم في الجزائر هنا نبقى دائما لو كنا صحيح ممكن نعمل أشياء جيدة، وممكن العكس، ما تقدرش تعرف الغيب، ولكن كانت عندنا الإمكانيات، وخاصة بحضور الجماهير. الجمهور دائما هو العطناش، وخاصة لو شفنا ماذا قدمناه من متعة
ومن أجواء في المدرجات، نتكلم على الجالية الجزائرية الموجودة هنا ولا الجزائريين الذي أتوا في كأس العرب بالأخير، خلوا صورة جميلة من حيث الأداء، الفوز بكأس العرب يعني التتويج بكأس العرب، وأيضا يعني التتويج حتى في المدرجات بالصور الجميلة والأهازيج اللي خليتها في المدرجات، يعني تخليك يعني تبقى لك شغل في قلبك لما لحنا، ولكن هذه كرة القدم ما تجرعناهاش. لا هذه لازم نتعلم نتجرع أمور مثل هذه، هذه كرة القدم لازم تعمل وتفكر في المستقبل لكي دائما تجتهد للوصول. صحيح ما وصلناش، الملف أو الورقة لازم تطوي ورقة كأس إفريقيا وورقة تأهل كأس العالم، نفكر في 26، نفكر في 24 إفريقيا و 26، يعني تفكر في 3 سنوات القادمين، تفكر في ضخ دماء جديدة، لاعبين مستوى عالي، تكوين مجموعة، تقبل يعني الكل، ليس إلى مدرب ولا طاقم فني، تقبل الانتقادات وفتح صفحة جديدة بالتحسن إلى الأفضل بالوصول بالأهداف، لأن لازم عندك أهداف. في البداية لو تتذكر قبل كأس إفريقيا 2019 قبل ما نفوزوا بها ولا واحد كان ينتظرنا نفوزوا بها، كنا نعمل في الخفاء، أسماء جديدة دخلت في المجموعة، كوننا مجموعة قوية، عائلة، نظام لعب جيد، طريقة جيدة. اليوم الكل ينتظرنا، أصبحنا كده مفتوح. لا ولكن لازم تغيروا. صحيح أنا رأيي الشخصي، كل واحد رأيه، أنا مع بقاء جمال، ولكن مع بقاء جمال لازم تغير، تجديد مثل ما قلت لك، ضخ دماء جديدة، تغيير حتى طريقة لعب لو يلزم على نوعية لاعبين متواجدة، ضخ دماء أو كما نقولوا نوعية لاعبين، أسماء جديدة، مستوى عالي، العمل ثم العلم. خليك عادل، انتقادات أنت مدرب، في النتائج الإيجابية تمدح وفي النتائج السلبية تنتقد. لدينا المرأة المغربية حاضرة، ما هو تاريخك فعلا؟ مبروك علينا، مبروك علينا، الله ينصرهم، الله ينصرهم، الله ينصر الملك، الله ينصر الملك، الله ينصر الملك. إذن مبروك علينا، هذا كان أحد الشعارات المتداولة، ما هو تاريخك اليوم؟ مغرب من فرنسا، أنا جاي من فرنسا، ديما مغرب، ديما مغرب. إذا أنت مواطن مغربي خليك من فرنسا. مقيم في فرنسا. فرحان بزاف للمنتخب المغربي، فرح الناس وفرح الشعب كامل من المغرب وفرنسا وكاع الدول الأوروبية. نعم، أنت كطفل مغربي ما هو شعورك في هذه اللحظة وأنت تستقبل أسود؟ ما هو شعورك؟ الفرحة، فرحة كبيرة، فرحة كبيرة، الله ينصرهم، فرحونا وفخر المغرب، شكرا لهم، شكرا لهم بزاف. نعم، إذن هذه هي الجماهير المغربية حجت إلى بداية شارع. إذا المختار عبلاوي شكرا لك، وضعتنا إذا في الأجواء الجميلة المرافقة لوصول المنتخب المغربي إلى الرباط. شكرا جزيلا. إلى مطار الرباط وصور مباشرة لوصول المنتخب المغربي.